السلام عليكم. اليوم درس المناعة عن الأنتي بوديز. طبعا الدرس هذا مهم جدا، غالبا أنا أخرت شوية عن وقته لكن كان لابد أن ندرسه. حاولت أتجنب الموضوع هذا لكن علينا علينا. المهم، موضوع الأنتي بوديز موضوع كبير شوية ومعقد وداخله تفاصيل، لكن حاولت أبسطه قدر الإمكان. ممكن أني ما أعطيتوش حقه، اللي يتوسع بيقدر يتوسع كثير بالموضوع، لكن يعني عملت جهدي، حاولت اجيب لكم الحاجات اللي ممكن انه نحتاجها. ف خلينا نبدا نتكلم عن الانتي بوديز. طيب بنبدا نتكلم عن الانتي بوديز بانه نناقش الاستراكشر. طبعا الانتي بودي هي نفسها لما يقول لك الاي جي، طيب الاميونوجلوبيولين انتي بودي، ممكن نقول انتي بوديز، ممكن نقول اميونو جلوبيولين، ممكن نقول جاما جلوبيولين، كلهم لهم نفس المعنى، في شوية اختلافات لكن ما علينا. المهم، الانتي بوديز عبارة عن تترا بيبتايد مكونة من اثنين ايدنتيكال هيفي تشينز، اللي هم هذولا، اسمهم هيفي تشينز لانهم مكونات من 400 امينو اسيد، فهنا عندك 400، طيب يعني 400 ب 400. المهم، فعندك heavy chains وعندك ثنتين identical light chains اللي هم دولا. بين قال لك تترا بيبتايد، تترا يعني رباعي، رباعي اللي هو 1 2 3 4، كويس كده؟ كويس. قال لك انه identical يعني الجهة اليمين نفس الجهة اليسار بالضبط، وهنا نفس الكلام، الجهة اليمين نفس الجهة اليسار. فيا هذا هو الستركشر حق الانتي بوديز. طيب الآن هذه الجزئية هي ما تطرش، وهذه الجزئية مشبوكة بهذه الجزئية. بإيش مشبوكات أو بإيش اللي إيش الفواصل اللي بينهم، الحاجات اللي تمسكهم مع بعض، اسمها داي سولفايد بوند، اللي تكون موجودة هنا وموجودة هناك، فهذا لهم اللي يمسكوا الأنتي بوديز. عموما هذا الاستراكشر بشكل عام. ننتقل الآن للتسميات. ف التسميات كانت بناء على المنطقة هذه، المنطقة هذه اللي هو يسموها تقريبا الهنج، المفصل، فاللي فوق المفصل له اسم واللي تحت المفصل له اسم. المنطقة اللي فوق المفصل اسمها الفاب ريجن، الفاب اختصار لانتيجين بايندينج فراجمنت. طبعا الاسم مش مرتب لكن هم سموها فاب، فخلاص فاب. عموما، والجزئية الثانية اسمها الـ FC region، FC اختصارا لـ fragment crystallized. ليش سموها crystallized؟ لأن لما عزلوا المنطقة هذه وحطوها في incubation لحالها كذا، عملوا لها culturing، تكونت كريستالات، فعشان كذا سموها crystallized الـ FC. عموما ما يهمنا ايش الكلام هذا كله، اللي يهمنا انك تعرف ان هذه الجزئية اسمها فاب، وهذه الجزئية اسمها FC. اوكي اوكي. طيب الفاب له وظيفة والاف سي له وظيفة، وهي اللي بنتكلم عليها بالتفصيل في المقطع هذا. فالفاب ريجن مسؤولة عن البيولوجيكال اكتيفيتي، بنتكلم عليها بعد شوية، والاف سي ريجن مسؤولة عن الكلاس سويتشنج. فيا الان بنتكلم على البيولوجيكال والكلاس، فنبدا خلي هذه على جنب عشان نرجع لها متى ما نحتاج. نتكلم على الفاب. الفاب زي ما قلنا مسؤول عن البيولوجيكال اكتيفيتي، ووظيفتها الأساسية هي binding to antigen. احنا عارفين ان الانتيبادي وظيفته في الحياة انه يشبك في انتيجين، ويعني يساعد في القضاء عليه. الانتيبادي ما يقتلش، الانتيبادي يساعد في القضاء. عموما وظيفة الفاب ريجن هي انه يحصل binding to antigen. طيب الانتيجينات لهم اشكال معينة، يعني لهم اشكال كثير، ممكن دائرة، ممكن مثلث، ممكن اشكال كثيرة، فأنت تحتاج إنه الفاب ريجن هذه تكون variable، تكون متغيرة قابلة للتحرك، أو يعني منطقة حرة عشان تقدر تشبك في عدد كبير من الأنتيجينز. طيب فممكن تحصل فاب ريجن شكلها كذا، ممكن تحصل فاب ريجن كذا وكذا. طبعا الميكانيزم حق تحويل من الشكل هذا للشكل هذا للشكل هذا هي ميكانيزم طويلة، ومش بدخل بتفاصيلها، لا دخل بالجينز. فالمهم هذه الفاب ريجن، والمعلومه اللي اشيكم توصلوا لها ان الفاب ريجن وظيفتها هي البايندينج تو انتيجين، وبايندينج تو انتيجين يحتاج انه يكون عندك اشكال معينه كثيره من الفاب ريجنز.
فنيجي نشوف هنا تحصل انتيجين مثلث تحتاج له انتي بودي له فاب بشكل مثلث، بشكل دائري لازم يكون الفاب بشكل دائري، شكل مربع كذا. فهذه وظيفة الفاب ريجن. طيب لسه في تفاصيل زيادة شوية، او مش تفاصيل يعني اسئلة، لكن خلينا ننتقل للاف سي ريجن. فالاف سي ريجن مسؤولة عن الكلاس سويتشنج و different immunological function، هذه وظيفتها الأساسية اللي هي immunological function. ركز، الفاب ريجن شبكة في الأنتيجين. طيب احنا قلنا تساعد في القتل، يعني لها وظيفة قتالية صح؟ وظيفة قتالية. طيب من المسؤول عن الوظيفة القتالية؟ هي هذه الاف سي. ركز، يعني هذا شبك وهذا يقاتل، اوكي، او هذا لو دخل بالقتال، يعني هذا هو اللي يحدد اسلوب القتال الاف سي. فلو تلاحظ احنا عندنا الاسامي هذول اللي هي اي جي ام، اي جي جي، اي جي اي، اي جي اي، اي جي اس، اي جي دي، اي جي ات كثيرات. فالاسم هذا اللي هو الام والجي والدي والاي والمدري ايش، كلهم يعودوا او يعود اختلافهم لاختلاف الاف سي ريجن. فاختلاف الاف سي ريجن هو اللي يحدد لك اذا كان اي جي اي او اي جي اي او اي جي جي او اللي هو. طيب فاحنا نقول، ركزوا معايا هنا، احنا نقول انه احنا قلنا الاف سي لو دخل بالقتال، طيب فنقول انه الاي جي ام يقاتل بالاسلوب رقم 1، الاي جي جي يقاتل بالاسلوب رقم 2، هذا يقاتل بالاسلوب رقم 3، هذا يقاتل بالاسلوب رقم 4، فكل واحد منهم يقاتل باسلوب معين. السؤال المهم الان، غالبا اغلبكم لسه مش فاهمين ايش قاعد يحصل، لكن بنوصل. انا جالس الان احاول اربط لكم الفرق، اربط لكم الاف سي بالفاب. فالسؤال المهم الان، ليش احيانا نغير الفاب طيب ونثبت الاف سي زي ما فعلنا في المره الماضيه؟ الفاب كان مثلث مربع دائره مدري ايش، والاف سي كان نفسه ثابت، ليش عملنا كذا؟ والسؤال الثاني، ليش احيانا نغير الاف سي؟ ركز، احنا تغيير الاف سي هنا قبلك اي جي ام، لو غيرت الاف سي ريجي مره ثانيه يجيب لك اي جي جي، لو غيرت الاف سي راح قبلك اي جي اي، وكل واحد فيهم له طريقة قتال خاصة. فالسؤال هو، ليش تغير الـ FC region وتثبت الفاب؟ ليش؟ يعني ليش تثبت هذا وتغير ذاك، وليش تغير ذاك وتثبت هذا؟ الآن بنعرف، ركزوا معي. خلينا الأسئلة هنا، نقول أنه أنتجين بشكل مثلث دخل الجسم، أوكي، ونحتاج أنه نقاتل هذا. فإحنا نحتاج نعمل حاجتين من ناحية الأنتيبوديز، نحتاج أنه نخلي الأنتيبودي يشبك عليه، يعني انتيبودي مثلث، ونحتاج نحدد الوظيفة القتالية المعينة، وظيفة قتالية 1 2 3 4، صح ولا لا؟ كويس. فاحنا الان زي ما قلنا عندك اميونوجلوبولين A و A و M و E و F و D وحاجات كثيرة صح. فناخذ تمثيل او ريبريزنتيشن بالشخصيات القتالية اللي موجودة في فيلم مدري في لعبة الله اعلم وين. المهم، فلو تلاحظ عندك شخصيات مختلفة حربية، كل شخصية تقوم بوظيفة معينة، فنقدر نقول الآن إنه الـ IgM، طيب هذا بس كذا مثال من عندي عشان توصل المعلومة، أوكي، يلا، الـ IgM يقاتل، الـ IgG يشتغل كمهندس، الـ IgA يشتغل كذا ك يعني ممرض، والـ IgE قناص، أوكي؟ أوكي، الآن تحديد الـ FC region، يعني هذه المنطقة هو الـ FC region، هذا هو الـ FC region. وهذا الاف سي، هذا الاف سي، هذا الاف سي. ف يا الاف سي حدد لك الوظيفه القتاليه حق الجندي، كيف الاي جي جي احنا وظيفة القتاليه انه مهندس، الاي جي اي وظيفته القتاليه هو كذا كذا، اوكي. لكن ذولا كلهم ولا منهم فايده، ليش؟ لانهم الى الان مش قادرين يشبكوا في الانتيجين. فعشان يشبكوا في الانتيجين لازم يكون في عندك فاب ريجن. الفاب ريجن لازم يكون شكلها مساوي او مقارب او مشابه للانتيجين. فعشان كذا احنا الان اصبحوا هذول جاهزات، نختار الانسب لقتال الانتيجين هذا. فلو قلنا الاي جي ام مثلا هو المناسب، فيروح الاي جي ام يشبك ويقوم بوظيفته القتاليه للمساعده في قتل الانتيجين هذا. كويس كذا؟ يا رب يا رب تكون وصلت المعلومه، الفرق بين ذا وذاك. طيب ناخذ مثال ثاني عشان نجاوب على الاسئله. فاحنا عرفنا ان هذه المنطقه هي الفاب ريجن وتختلف باختلاف الانتيجين، وهذا المنطقة الاف سي ريجن تختلف باختلاف الوظيفة القتالية، بعدين نختار الوظيفة القتالية المناسبة عشان تقاتل البتاعة. طيب الآن
مثال ثاني، نفس المثال عندك اي جي يعني انتيجين على شكل دائري، طيب والجسم مليان انتي بوديز. طيب الان الجسم يحتاج انتي بودي من النوع مثلا A اللي هو هذا، طبعا دول عدوا ما انصنعوش، ما فيش ولا واحد منهم انصنع في الجسم، لكن احنا الاي جي هذا من المعروف انه يحتاج اي جي اي عشان يقاتله، اوكي؟ فتروح العمليه، عمليه تصنيع الانتي بوديز اللي بناخذها بعد شويه، فتروح عمليه تصنيع الانتي بوديز، تصنع الانتي بودي بحيث انه الاف سي ريجن تعطيه خصائص الاي جي اي، وتصنعه بحيث انه الفاب ريجن يشبك في الدائره. وصلت؟ يا رب تكون وصلت. طيب هذا هو الفاب والاف سي، وبعدين خلاص تم تصنيع الاي جي اي، والاي جي اي يروح يقاتل او يساعد في قتل الانتيجين. السؤال الان، ليش تغير الفاب وتثبت الاف سي؟ تغير الفاب لانه الانتيجينز اشكالهم مختلفه، والاف سي لازم يكون ثابت لانه هو اللي بيتعامل معه. فانت لو رحت غيرت الاف سي وخلينا مثلا ام، الام ما بيقدرش يقاتل الدائره هذه، لانه الدائره هذه ما يقاتلهاش الا الاي، فهمت؟ فانت لازم تثبت الاي وتغير الفاب. يا رب تكون وصلت، ان شاء الله تكون وصلت. طيب السؤال الثاني، ليش تغير الاف سي ريجن وتثبت الفاب؟ احيانا زي ما هنا الفاب ثابت اللي هو الدائره، لكن الاف سي يتغير، ممكن عندنا اف سي بالنوع الاي جي اي، ممكن عندنا اي جي اي، ممكن عندنا اي جي جي، اي جي ام. فالاختلاف هذا عشان تختار الجواب، عشان تختار الانسب لقتال الانتيجين. خلاص انا ما اقدرش اوضح اكثر من كذا، ان شاء الله تكون وصلت. الان احنا قلنا وظيفه قتاليه رقم 1، وظيفه قتاليه رقم 2، 3، 4. طيب الان ناخذ الوظائف القتاليه اللي في الجسم الاصل، يعني مش قناص ولا مهندس ولا مدري ايش، لا لا، الوظائف اللي في الجسم اصلا. فيقول لك الاي جي جي والاي، طبعا هذه حفظ، ممكن انها تنفهم لكن بصعوبه، لكن حفظ. فالاي جي جي والاي جي ام وظيفتهم هو الكومبلمنت اكتيفيشن، والاي جي جي برضه من وظائفه اللي يساعد في الاوبزونايزيشن، طبعا هذه اخذناها في المقطع هذا، المقطع هذا اللي هو الهيومورال اميونيتي، تكلمنا عن الفانكشنز اوف انتي بوديز بشكل تفصيلي شويه، او مش تفصيلي يعني بشكل كذا مع رسوم وحركات، فهذا كلهم او اغلبهم تكلمنا عليهم هنا، فاذا تشتي ارجع هنا. عموما الاي جي جي من وظائفه انه يعمل اوبزونايزيشن، وبرضه يعمل اي دي سي سي، والاي جي جي والاي جي اي اختصاصهم برضه انهم يعملوا نيوترلايزيشن، والاي جي ام برضه الاي جي جي لكن خفيف يعملوا اجلوتينيشن. فهذه هي الوظائف حق القناص والمدري ايش. فيا الان تكلمنا على وظائف، تكلمنا على ستراكشر، قلنا فور ايدنتيكال تشينز اللي هي التترا بيبتايد تشين مدري ايش، وتكلمنا على الوظائف، وتكلمنا على الاف سي، تكلمنا على الفاب. الان نتكلم على طريقه تصنيع الانتي بودي، قد تكلمنا عليها يمكن 4 مرات في الكورس، الان الخامسه يلا. فيجي لك الميكروب، الميكروب هذا زي ما قلنا عليه ايبيتوبس، ركزوا هذا السود الصغير لان هذا الايبيتوبس. فعموما الميكروب هذا تيجي الانتيجين بريزنتنج سيل تعمل له فاجوسيتوسيس، والفاجوسيتوسيس تعرضه على الام اتش سي كلاس 2، والام اتش سي كلاس 2 يروح يعرف التي هيلبر، والتي هيلبر يروح يفعل لك البي سيل، والبي طبعا تكلمنا عليها بالتفصيل فخلاص الان خلاص على السريع، والبي سيل يحصل لها ديفرنشيشن ومدري ايش، فكولونال اكسبريشن عشان تتكاثر الى بي سيلز. البي سيلز هذا عارفين كيف يتعاملوا مع الميكروب هذا، والبي سيل من وظائفها برضو ان تتحول لبلازما سيل، البلازما سيل تجيب لك الانتي بودي. فكيف قوى الانتي بودي؟ طبعا برضو عندك الميموري سيل اللي تجهز لك الانتي بوديز للاتاك الثاني. عموما من وين جت الانتي بوديز؟ جت من التي هيلبر لما تعرف على الفراجمنت اللي موجوده على الام اتش سي كلاس 2. كويس كده؟ كويس. هذين كلهم قد اخذناهم. في معلومه جديده اللي هي ان الانتي بوديز اللي تصنع من البلازما سيل دائما 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 تكون من نوع اي جي ام. اوكي؟ طيب احنا مثلا نحتاج اي جي اي كيف نفعل؟ او نحتاج مثلا اي جي اي كيف نفعل؟ ما دام كلهم اي جي ام اي جي ام اي جي ام، كيف تتحكم؟ كيف ليش كذا؟ بقول لك الاي جي ام لما يخرج اي جي ام يكون له القابليه، احنا عرفنا انه اي جي ام هذا يكون له القابليه انه يتحول لاي جي جي، يتحول لاي جي اي، يتحول لاي جي اي،
يقدر يتحول من هذا إلى هذا بعملية اسمها الكلاس سويتشنج. أوكي، والكلاس سويتشنج لها برضو ميكانيزم طويل عريض ما بدخلش بتفاصيله. ففي ثنتين ميكانيزمات طوال عريض ما بدخلش بتفاصيلهم، اللي الميكانيزم حق الفاب ريجن كيف يكون مثلث ومربع ودائرة، والميكانيزم حق الاف سي ريجن اللي هي الكلاس سويتشنج. فديك ميكانيزم وهذه ميكانيزم، اللي يدخل في تفاصيلهم يتفضل. فيا الاي جي ام ممكن يتحول لاي جي اي بعمليه اسمها الكلاس سويتشنج. كذا نكون اختتمنا الانتي بوديز واصبحنا جاهزين لتعلم الهايبر سنسيتيفيتي. في المقطع الجاي ان شاء الله بيكون الجزء الاول الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1. ف يا بس دمتم سالمين.